شبكة بلومبرغ الأمريكية قالت إن قيمة الجنيه ارتفعت على نحو أسرع من المتوقع، وأن حالة من التفاؤل تسود مجتمع رجال الأعمال المصريين، وأن المستثمرين بات لديهم تقييم إيجابي للاستثمار في مصر. وأضاف التقرير أن ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار يشير إلى تحقق حالة من التوازن والفعالية في سوق الصرف. كذلك أفردت بلومبرغ تقارير عن نمو مستقبلي في قطاع السيارات، وأشارت الشبكة إلى أن ما يحدث هو مؤشر قوي على أن خطط الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها. دكتور مختار، هل برأيك أن الحكومة تفتقر إلى تسويق جديد لنجاح إصلاحاتها أمام الرأي العام؟ معقولة؟ يعني حكومة تفتقر وتقول أنا هو بعمل وبدرجة أو بأخرى تقنع المواطن بأرضية أو ظهير شعبي ليها تقول أن أنا بعمل إصلاحات؟ لا أتصور ده. لكن لما بتحدث عن تقرير على هذا الشاكلة جاي من منظمة دولية أو إقليمية زي بلومبرغ، ده تقرير بفي شك مرحب به. لكن سؤالنا وكثير جدا من المواطنين العاديين بيشوفونا، ما هو تقديرات هذا الإصلاح على حياتهم اليومية؟ يعني القدرة في التحكم في الأسعار وعدم وجود ارتفاعات ليها، قدرة حقيقية على انه الجنيه بدأ يرتفع في مواجهة الدولار وانه الدولار متوفر. يعني انت بتبيع دولار ولما تيجي تشتري بنفس الثمن المعلن، لكن ما تبيعش دولار للبنك وتروح تشتري من السوق السوداء. يعني هو ده الخلل اللي موجود. فلكن ما فيش شك انه هذا التقرير الانسان يرحب به، لكن في الاول وفي الاخر المواطن العادي يتساءل، هل هناك انخفاض في الاسعار؟ هل هناك قدره حكوميه في التحكم فيها؟ هل هناك اليات حكوميه في التعاطي مع مشاكله؟ هل تستطيع الحكومه ان ترفع من شان قدراته الاقتصاديه لكي يواجه هذا الارتفاع في الاسعار؟ هل تستطيع الحكومه ان تطرح سؤال، وسؤال مهم جدا، بانها ليست بصدد تحرير سعر المحروقات؟ هناك حديث ان المحروقات او ان صندوق النقد الدولي بيطلب هذا الموضوع. دي كلها امور، لكن ما فيش شك ان اي اصلاحات اقتصاديه مرحبا بيه. في النهايه احنا عايزين مواطن يعيش حياه كريمه، مسكن امن، فرصه عمل، طريق صالح، رعايه صحيه، مدرسه تعليميه يستطيع ان يتعلم من خلالها حياه كريمه. هو المواطن عايز ده.